بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب بخير جميعنا يا شباب. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم تحت العنوان CSS Position. هو في الأول قبل كل حاجة يعني عايز أتكلم في ثلاث نقط على وجه الخصوص. أول نقطة إن الحلقة ديت عشان أسجلها سجلتها تقريبا فوق السبع مرات، وفي كل مرة كنت أنسى نقطة، مرتبش الأفكار بشكل كويس، أنسى مضرب مثال معين. المهم كانت تحصل مشكلة في كل حلقة من المرات، فحاولنا إن شاء الله بإذن الله في الحلقة ديت ربنا يكتب لنا الصبر والثبات وتبقى وتظهر بشكل كويس. يعني النقطة التانية، يا ريت يا شباب نحاول نكتب الأمثلة اللي هنكتبها في الحلقة، ونوجه يعني جزئيات كل خاصية، نوقف الفيديو ونكتب المثال ونتأكد إن إحنا كتبناه ونغير في القيم بتاعته ونفهمه بشكل كويس، بعدين نبتدي نكمل الفيديو. تمام؟ وأي حد معاه أي سؤال يا ريت يطرحه فين؟ في المكان اللي إحنا هنتفق عليه إن شاء الله بإذن الله، فين؟ في الكورس. النقطة الثالثة، أنا آسف جدا لأن الحلقة ديت هتعدي من الوقت اللي إحنا كنا حاطينه في الليمت، يعني الحلقة ديت تقريبا ممكن تعدي حدود الساعة. أنا آسف جدا، استحملوني. من الواضح ان في الثلاث نقط دولت انا عايز اقول للناس ان حلقه مهمه بصراحه. تحت العنوان سي اس اس بوزيشن هنتكلم عن خاصيه بوزيشن. من ضمن الخصائص الجميله جدا في السي اس اس بتديني امكانيات اني احط العناصر بتاعتي في اماكن معينه من الويب بيج بتاعي. عايزين نوصل مجموعه من المفاهيم قبل ما نتكلم عن اي شيء. اول نقطه، مفهوم القيم الافتراضيه للعناصر. ايه بقى قصه مفهوم القيم الافتراضيه للعناصر؟ بالراحه كده، لو انا دلوقتي ادرجت وسم بي، وكتبت فيه جملة، ورحت استايلت البي بباك جراوند كولر، واقول له باك جراوند كولر ريد، اوكي، هيحصل ايه؟ هلاقي اني الخلفية واللون. جميل. بنقول ايه يا شباب؟ اللي حصل على الرغم ان انا مش كاتب غير في الستايل في الكود بتاعي، مش كاتب غير لون خلفيه، الا ان اللي حصل ايه؟ اللي حصل اني ادرج لي البي والوسم بتاعي ده كان واخد لون خط، لون خط اسود. هل حضرتك، هل انا، هل احنا كتبنا ان الشفره بتاعت اللون تبقى سودة؟ ما حصلش. اخد نمط خط معين، النمط اللي هو واخده، هل حضرتك برمجته على ان هو ياخد نمط معين؟ ما حصلش. اخد بونت، اخد مقاس، اخد بوزيشن، اخد حاجات كتير جدا، على الرغم ان انت ما كتبتش اي خاصيه من ضمن الخصائص ديت، الا ان الوسم بتاعك اخد الحاجات دي. اخدها من فين؟ اخدها كقيم افتراضيه. ده مفهوم مهم جدا ولازم ان يكون موجود في بالنا. مش معنى اني ما استدعيش الخاصيه انها مش موجوده، لا، هي موجوده واخده قيمه افتراضيه. فالقيم الافتراضيه للخصائص بتميل دايما انها تبطل عمل الخصائص ما لم انت تحدد لها قيمه غير الافتراضيه. هي بتميل انها تبقى زيرو لو كانت قيمه رقميه، انها بتميل تبقى نو لو كانت قيمه مثلا بوليان ما بين يس او نو، بتميل تبقى نون لو كانت قيمه ما بين تختار من مجموعه من القيم، بتميل تبقى في مكان ثابت. المهم بتميل انها تبقى غير مفعله علشان ما تتعارضش مع اي شيء. بس مش معنى كده انها مش موجوده، هي موجوده لكن قيمتها مش متفعله، قيمتها متحيده. تمام يا شباب؟ ده بالنسبه للقيم الافتراضيه. الفن فين؟ الدور اللي عليك، الدور اللي على حضرتك، الدور اللي على حضرتك كفرونت اند ديفلوبر ان انت تفهم كويس خالص مجموعه القيم الخاصه بالخاصيه الواحده وتعرف الفروق ما بينهم. نقطه من النقطه دي تروح تفهم الخصائص المختلفه الخاصه بالقيم المختلفه الخاصه بالخصائص المختلفه. عندك عن نفس الوتيره، عندك خاصيه ليها اكتر من قيمه، عندك مجموعه خصائص تبتدي تعرف قيمهم كويس، تكون المكتبه. المكتبه دي هي اللي هتخليك تنفذ التصميم اللي انت عايزه، مش التصميم اللي البراوزر عايزه منك اللي هو الافتراضي. لا، ده اول مفهوم عايزين نقصره مع بعض. النقطة الثانية، العناصر في ضوء تموضعها، في ضوء its position، بتميل لأنها تاخد حاجة من اتنين أو بتندرج تحت فرع من اتنين، إما أنها تبقى
unpositioned elements عناصر غير متموضعة، بمعنى عناصر حضرتك كفرونت اند ديفلوبر ما حطيت لهاش قيم معينة علشان تتحط فيها في الصفحة، لا دي بتاخد ايه؟ بتاخد القيم الافتراضية، بتمشي زي ما المستند ماشي، دي اسمها unpositioned elements. تمام، هل سبق ان احنا في كورس ال HTML او في كورس ال CSS لغاية دلوقتي ادينا قيم معينة لبوزيشن عشان يتحط في مكان معين؟ ما حصلش، احنا ما استخدمناش الخاصية بوزيشن خالص. يبقى كل الكلام اللي احنا كنا بنحكي فيه ده كان عبارة عن عناصر unpositioned elements. تمام، جميل. العناصر ال unpositioned elements ديت هل تقتصر على ان هي عناصر ما فيهاش الخاصية بوزيشن؟ لا، تفوق معايا، ما ينفعش الكلام ده. ما هو مش معنى اني انا ما حددت لهاش بوزيشن معين انها ما ان الخاصية بوزيشن بتاعتها مش شغال، لا دي الخاصية بوزيشن بتاعتها شغالة واخدة قيمة افتراضية، القيمة الافتراضية بتاعتها بتدي لها الخيار انها تمشي زي ما المستند عايز، فبالتالي الخاصية بوزيشن بتبقى موجودة في كل العناصر لكن بتبقى نمط معين او بتبقى نوع معين اسمه ستاتيك، وده اللي بيخليها تمشي زي ما المستند بيمشي، وده اللي هيبطل لك إمكانية ان انت تغير في الابعاد بتاعتها لان هي اساسا unpositioned، يعني ما بتسمحش بتغيير قيمها، بتسمح للورك فلو انه يحطها زي ما هي موجوده. هنتكلم ان شاء الله باذن الله عن القيم ديت. يبقى دي اول نقطه، الان بوزيشند اليمنتس، العناصر اللي انا ما حطيت لهاش بوزيشن. تمام، اول عناصر اللي واخده بوزيشن افتراضي اللي هو ايه؟ اللي هو القيمه ستاتيك. النقطه الثانيه، النوع الثاني بتبقى البوزيشند اليمنتس. انا كده اتعرضت لاول قيمه من قيم الخاصيه بوزيشن، قلت ستاتيك. النوع الثاني بقى البوزيشند اليمنتس، العناصر البوزيشند اللي انا هعرف لها قيمه، انا هحط لها قيمه في الابعاد، انا هحدد لها موضع. ودات بيبقى نوع من ثلاث انواع، بتبقى عناصر اتحطت فيها قيمه من قيم الخاصيه بوزيشن، واحده من الثلاثه، اما انها تبقى ابسوليوت، اما انها تبقى ريلاتيف، اما انها تبقى فيكسد. دولت اسمهم بوزيشند اليمنتس. نتفق على المبدا علشان بس ايه، هنرجع له كمان شويه. البوزيشند اليمنتس، العناصر البوزيشند ديت هي العناصر اللي واخده الخاصيه بوزيشن، واخده والخاصيه بوزيشن واخده قيمه من ثلاثه، اما انها تبقى فيكسد او ريلاتيف او ابسوليوت. طيب الان بوزيشند اليمنتس، العناصر اللي مش واخده الخاصيه بوزيشن خالص، معناه ايه؟ انها واخده الخاصيه بوزيشن بقيمه افتراضيه اسمها ستاتيك، بتخليها تمشي زي ما المستند عايز وما بتسمحش للمستخدم ان هو يعمل كنترول في تواجدها. متفقين؟ متفقين. حلو المفهوم. ندخل بعدين على مفهوم تاني، المفهوم الخاص بايه؟ التداخل. اتكلمنا احنا عن الوراثه في كورس ال HTML، واتكلمنا برضو عنها في ال CSS. المفهوم اللي احنا هنعيد تأصيله مره ثانيه برضو اتكلمنا عليه في ال HTML، النستنج، التداخل. عناصر ال HTML كلها نستد مع بعض، كلها كده داخله في بعض، زي ما قلنا ان انا عندي روت تاج كبير اسمه ال HTML، جوه منه عندي اثنين سيبلينجز الهيد والبادي، وجوه من البادي بتحط مجموعه الى ما لا نهايه، الى عدد كبير زي ما انت عايز من الوسوم. جميل، عايز اصل بس مفهوم واحد بس عشان يوصل للناس. كلمه انسيستور، انسيستور في الترجمه بتاعتها للانجليش اسمها جد، او الجد الاعلى، حاجه كبيره كده. المفهوم ده اللي انا عايزك تفهمه كويس، لما تسمع كلمه انسيستور اعتبره كونتينر. كونتينر معناها ايه؟ معناها الوسم اللي هيشيل جوه منه وسوم اصغر منه. ده اللي انا عايزه يجي في بالك، اعتبر ان انت عندك ديفيجن كبير، في ليه وسم بدايه وليه وسم نهايه وجوه منه ديفيجن، فده يعتبر راب، ده بيقول عليه انسيستور. حلو الكلام؟ تمام، يبقى الانسيستور الوسم اللي جوه منه وسم اصغر منه، مش وسم اخوه، لا جوه منه وسم اصغر منه. تمام كده؟ ده اسمه انسيستور. إيه طيب لو كان جوه منه وسم اصغر منه، وجوه من الوسم الاصغر منه ده وسم اصغر منه، فيعتبر انا عندي جد كبير اسمه انسيستور برضه، وجد اصغر اسمه انسيستور برضه، وعندي من تحت الطفل اللي جوه منه ما كانش فيه اي وسوم، فما اقدرش اقول عليه انسيستور. تمام، يبقى اي كونتينر، اي حاجه بتشيل جوه منها مجموعه وسوم بسميها ايه؟ بسميها انسيستور. حلو الكلام، جميل. انا هستخدم البوزيشن والانسيستور دول كمان شويه، فايه يا رب تكون النقط سهله ومفهومه كده. جميل، ندخل بقى ايه على الخاصيه بوزيشن. سبق ان احنا اتكلمنا كده عن قيمه، حديث سريع.
من ضمن قيم الخاصيه بوزيشن قلنا انها مين؟ انها القيمه ستاتيك. ديت اخر قيمه هنحكي عليها ان شاء الله باذن الله قبل الزد اندكس في حلقه النهارده. جميل، خلونا بقى نتكلم عن ايه؟ عن القيمه ابسوليوت للخاصيه بوزيشن. القيمه ابسوليوت للخاصيه بوزيشن في كده سطرين، انا بصراحه كاتبهم كتبتهم في ورقه وعايز امليهم للناس زي ما انا كتبتهم كده. هقول ان القيمه ابسوليوت للخاصيه بوزيشن بتميل لتحديد ابعاد العنصر المضافه ليه بالنسبه للانسيستور بوزيشن اليمنت بتاعه الخاص بيه. يعني ايه الكلام ده؟ ماشي، خلينا بس نتفق على المبدا اني انا في الغالب بميل لما بحدد مكاني بحدده بالنسبه لعنصر معين، ده منطقي وبديهي ومعروف. العنصر اللي انا بحدده هل بيبقى عنصر متحرك ولا بيبقى عنصر ثابت؟ المفروض في الغالب بيبقى عنصر ثابت، لكن حتى لو كان عنصر متحرك في اطار وجوده انا ممكن احدد برضه مسافتي منه. نعم، طيب ولنفرض مثلا انا عايز احدد مكان وجودي في الاوضه اللي انا موجود فيها ديت، بقول ايه؟ ولنفرض انا قدام مني او انا موجود على بعد متر ونص من الحيطه اللي على ايدي اليمين ومتر ونص من الحيطه اللي على ايدي الشمال و3 متر من الحيطه اللي قدام مني ونص متر من الحيطه اللي ورا مني وحوالي بتاع مترين من فوق مني وحوالي بتاع صفر متر من الارض اللي تحت مني لاني راشق فيها على طول، تمام؟ ده في الوضع العادي، تمام؟ جميل. طيب هل ينفع احدد مكاني بالنسبه للفراغ؟ ازاي؟ يعني كانك واحد موجود في صحراء، هيعرف هو موجود او هيعرف يحدد مكانه بالنسبه لايه؟ لان مفيش حوالين منه شيء، فمش منطقي تحديد المسافه بالنسبه لعناصر مش موجوده، لازم أن يبقى في عنصر انا اقدر ارجع ليه بمثابه الحد النهائي اللي انا من خلاله اقدر احدد وجود العنصر. على الاقل يكون في حد، تمام؟ اوكي جميل. عايز اصل على نقطة معينة، لو انا قلت اني ابعد عن الحيطة اللي على ايدي اليمين متر ونص، الصفر في القصة فين؟ البداية فين؟ عندي ولا عند الحيطة؟ ها؟ الاصل فيها انها تبقى من هناك، من البداية اللي عند الحيطة، يعني انا هحط نقطة مكاني واروح اعد المساحة او اجيب متر، هيبقى الصفر اوله هناك واخره عندي انا. ده المنطقي وده الطبيعي، كأني ايه؟ كأني حد مسكني كده وعد بيا المساحة لغاية لما وصلت، ده تمام يا شباب؟ ماشي. دولت النقط اللي عايزين نقصرها. نفس الفكرة بالظبط بتمشي في الويب ديفلوبنج. أنا بميل لإني أحدد أبعاد العناصر. أبعاد العناصر بميل لإني أحددها من ناحية كام جهة؟ عندي أربع نواحي. تمام، زي ما انا قلت بالنسبه ليا فوق وتحت ويمين وشمال وقدامي ورايا، في الويب ديفلوبمنت انا عندي اربع ابعاد بتشغلوا او بيشتغلوا مع الخاصيه بوزيشن. توب من فوق بالنسبه لعنصر معين، ليفت من على يسار العنصر، بوتوم من اسفل العنصر، ورايت من على يمين العنصر او توب رايت بوتوم. تمام كده، جميل. دولت الاربعه، اتنين منهم على الافقي الرايت والليفت، واثنين منهم على الراسي التوب والبوتوم. الديفلوبرز بيوضحوا او بيقولوا ان الافضل ان انت تشتغل على محور واحد من المحورين على الافقي ومحور واحد على الراسي، يبقى عندك قيمه واحده بس، يا توب رايت يا توب وليفت، يا بوتوم ورايت وبوتوم وليفت. جميل، عشان انت ايه ما تتعبش نفسك يعني. اوكي تمام، خلونا طيب نضرب مثال، او انا عايز قبل ما اضرب المثال اقصل القصه. النقطه اللي في الاخر، الوسم ابسوليوت بيشتغل بيميل انه يحدد المساحه بالنسبه للابعاد اللي انت بتضيفها له بالنسبه لمين؟ بالنسبه لمين؟ الحيطه بتاعته. انسيستور بوزيشند اليمنت، ها؟ انسيستور بوزيشند اليمنت، اخذنا القيم ديت. ماشي، ادي ديفيجن، تمام؟ والديفيجن ده انا هدي له اي دي واسمي 1 واعمله دوبليكيت واسمي الثاني 2 واحط فيهم قيمه. القيمه اللي في 2 هخليها 2 واكررها مثلا، والقيمه اللي في 1 هخليها 1 واكررها مثلا،
جميل. وابتدي بعدين استايل الديفيجن ده، استايل الديفيجن ولنفرض دلوقتي 1، اديله حاجات جاهزه يعني سهله، بوردر عشان يبان بس مش اكتر. اوكي تمام، ادي الاولاني يعني. انا بس عشان مزوم هنا الناس ما تتخضش، انا بس مزوم ومستخدم فايرفوكس عشان ايه؟ عشان المساحات اللي انا هاجسها، انا مزوم بس مش اكتر. ادي الديفيجن الاولاني، ولو نسخت نفس الكلام علشان الديفيجن الثاني برضو، بس باستثناء اني هغير في البوردر، هخلي البوردر يبقى مثلا جرين. اوكي الافتراضي ادي نسيت مغير الاسم، تمام ادي الاولاني وادي التاني تحت منه على طول، ده الافتراضي بتاع سير البرنامج الورك فلو عايز كده. تمام اوكي طيب خلونا نضيف الخاصيه بوزيشن، وبنقول ان القيمه اللي احنا هنشغلها اسمها ابسوليوت. كلمه ابسوليوت معناها مطلق، مطلق يعني اكزاكتلي exactly. تمام، وقلت ان انا طالما هشغل بوزيشن ابسوليوت يبقى هشتغل على ابعاد، وانا عندي كام بعد؟ لاربع ابعاد، وقلت اني انا هشتغل على بعدين اثنين اللي هم، ولنفرض دلوقتي انا هشتغل على التوب ويمين والليفت. اوكي تمام طيب 20 بكسل ومين، ولنفرض دلوقتي 50 بكسل. ها ماشي خليها 50 و50، 50 بكسل و50 بكسل. اوكي تمام، قبل ما اعمل بريفيو، انت مش بتقول من شويه ان العناصر بتميل انها تحدد اماكنها بالنسبه لعناصر معينه او بالنسبه لبعد معين؟ طيب ال 20 ال 50 بكسل من فوق وال 50 بكسل من على الشمال هيتاخدوا بالنسبه لايه بالظبط؟ انا كنت قايل من شويه بالنسبه لانسيستور بوزيشن اليمنت، يعني ايه؟ طيب نعيد القصه من اول تاني. انسيستور معناها ايه؟ معناها علشان احدد مساحه عنصر لازم يبقى ليه انسيستور، يعني ايه؟ يعني يبقى فيه وسم اب ليه، صح الكلام؟ تمام. الديفيجن ده اسمه ايه؟ اسمه 1. اوكي الديفيجن اللي اسمه 1 ده ليه انسيستور؟ ها ليه انسيستور ولا لا؟ هتقول لي اه ليه الانسيستور بادي، هقول لك ماشي انا خليني ماشي معاك. تمام اوكي اعتبر ان ليه انسيستور. طيب النقطه الثانيه قلت لك ان الانسيستور ده يبقى بوزيشند اليمنت، يبقى ايه؟ يبقى بوزيشند، وقلت بوزيشند معناها ايه؟ معناها انه واخد الخاصيه بوزيشن وفيها قيمه من الثلاثه، يا اما انها تبقى فيكسد يا اما ابسوليوت يا اما ريليف. طب الوسم بادي اللي انت قلت عليه انسيستور من شويه واخد قيمه من القيم ديت؟ لا مش واخد قيمه من القيم ديت. طيب يبقى الكلام ده صح ولا مش صح؟ طيب اخدت بالك انت من النقطتين دولت؟ ماشي خلونا نعمل بقى ريلود. اوكي انا اللي يهمني فين؟ اللي يهمني حصل حاجتين. اوكي ال1 اللي البوردر بتاعه مين؟ اللي البوردر بتاعه احمر، ده بقى اللي البوردر بتاعه احمر اخذ لي مساحه 50 بكسل و50 بكسل من فين؟ من اعلى حد في الصفحه. تمام مش ده البطيء ده اللي انت بتقوله؟ تمام اوكي نشوف بقى ال50 بكسل دي صحيحه ولا مش صحيحه. هنجيب من هنا ننزل 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 هوب 50 بكسل، تمام مظبوط. ناخد برضو من الناحيه الثانيه، على الناحيه الثانيه مسطره، تمام 50 بكسل و50 بكسل كده الكلام مظبوط. تمام ايه بقى الحاجه الثانيه اللي حصلت؟ ان الوسم اللي بعد منه اللي هو الديفيجن اللي بعد منه اوتوماتيك ابتدى ياخد مكانه، الاوفر فلو طلعه على طول علشان ياخد يلمس اول طرف المساحه المتاحه، فاهمني؟ تمام اوكي اللي انا عايز اثبته لك دلوقتي واللي انا عايز اقوله ان اكشولي الوسم بادي مش الانسيستور بتاع الوسم 2، مش الانسيستور للديفيجن 2،
وان ديفيجن 2 وان مش الانسستور ديفيجن 1، وان ديفيجن 1 اخذ المساحه بتاعته او اخذ المساحه اللي هينتسب ليها ال 50 بكسل اللي هينتسب ليها اللي هيبعد عنها من حاجه اسمها الفيو بورت، اخذها من المساحه الحره للمتصفح للبراوزر، ما اخذهاش من الوسم بادي. طيب ايه دليلك؟ هقول لك دليل. يعني انا هستايل البادي واديله مارجن، فاكر مارجن؟ ماشي، هديله مارجن 20 بكسل كده، 20 بكسل معنى 20 بكسل من كل النواحي. انت عندك مين جوه البادي؟ ها، مش انت بتقول ان ده الانسستور؟ ماشي، عندك ديفيجن 1 وعندك ديفيجن 2، ورحت انت مدي ايه؟ رحت انت مدي البادي مارجن 20 بكسل، وخد بالك ان 1 اللي هو البوردر بتاعه احمر واخد بوزيشن 50 بكسل من فوق و50 بكسل من على الليفت. طيب نعمل ريلود، ايه اللي حصل؟ ايوه ماشي، انا معاك اهو، 20 بكسل اتطبقت على مين؟ طب نيجي نشوف العناصر اهو. ماشي، انا عندي اثنين، الاولاني نبتدي بالتو، مش ده يعتبر انسستور بتاعه باضي، وده مش يعتبر انسستور بتاعه باضي. جميل، وانت مش طبقت على الانسستور دلوقتي الخاصيه مارجن، وده مش ابوهم، مش المفروض هم يورثوا منه؟ هيورثوا منه ال 20 بكسل. طيب نشوف بقى القصه الكلام ده صح ولا غلط. نجيب المسطره، ها ادي 20 بكسل، جميل، الناحيه الثانيه 20 بكسل، جميل، اوكي. طيب نحسب المساحه كده، 50 بكسل، طب الناحية التانية ده على الأحمر، ها 50 بكسل على الأحمر، الله، ده 50 بكسل ليفت و50 بكسل توب. طيب يعني الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده معناه إن هو أساساً ما أخدش المارجن، صحيح؟ أنت عايز تقول لي إيه؟ مش المارجن، أنا فاهمك إن أنت فاهم، مش المارجن المسافة اللي ما بين العناصر والحتة اللي من بره منه؟ طيب وبما اني بقى العنصر بادي انت اديته مارجن 20، فمش المفروض ان اللي جوه منه بالضروره ياخد المساحه بتاعته يدخل لجوه 20؟ يعني زي ما انت حطيت قلم على ورقه، الورقه ديت ليها مساحه ما بيني وما بين الشاشه بتاعت اللابتوب دلوقتي، صح؟ وفي مسافه ما بين القلم وما بين اللابتوب، تمام؟ انا ثبت المسافه اللي ما بين القلم والورقه، ورحت اخدت الورقه بعتها سنه من اللابتوب، مش بالضروره القلم ده المسافه بتاعته تتاثر؟ اه. طب الكلام ده ليه ما حصلش هنا؟ ليه ما حصلش؟ على الرغم ان ال 50 بكسل قعدت زي ما هي 50 بكسل، وفي حين ان الثاني اللي يعتبر اخوه بالظبط اتغيرت واخد ال 20 ال 20 بكسل مارجن. يبقى الكلام ده معناه ملوش غير تفسير واحد بس، ان ال 1 ده واخد المساحه بتاعته من حاجه ثانيه غير البادي خالص، وده مربط الفرس، ده الجزء اللي اسمه ايه؟ اسمه initial containing blocks. الانيشال كونتيننج بلوكس ديت بتميل انها تاخد المساحه بتاعتها من الفيو بورت من البراوزر من نافذه المتصفح، ما بتاخدهاش من البادي. خد بالك، ما بتاخدهاش من البادي، وانا اثبتت لك دلوقتي انها ما بتاخدهاش من البادي. بتاخدها من فين؟ بتاخدها من نافذه المتصفح. اوكي، جميل الكلام. طيب نبص بقى على، او انت في بالك سؤال، هل انا ينفع اشتغل ديزايننج او اشتغل تصميم العناصر بتاعتي باستخدام القيمه ابسوليوت؟ اقول لك الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ عشان مشكله كبيره جدا 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 في الابسوليوت. ايه المشكله ديت؟ اقول لك انا المشكله ديت فين. خليني بقى اعمل بوزيشن ليه؟ مين؟ للديفيجن الثاني، تمام كده؟ فكده الاثنين هيعملوا لي اجنور تماما لل 20 بكسل بتاعت البادي، لان هما الاثنين هينتسبوا لمين؟ للفيو بورت، هيرجعوا لاصلهم ال HTML الاساسي، تمام؟ انا مش عايز ماشي، مفيش مشاكل. طيب خليني نقول ان ديت 60 و60 والقيمه ابسوليوت 60 بكسل و60 بكسل على الاخضر، تمام؟ وانا عملت ريفرش، ايه اللي حصل؟ ادي ال 60 بكسل على الاخضر. طب نحسبها، اوكي، ادي من اولي من الفيو بورت لغايه الاخضر كده، حب
61 58 بس عشان ابعدت حبتين، يعني 60 بكسل اعتبرها هي ايه مظبوطه. نفس الكلام هلاقيه برضو بالنسبه للناك. ايه اللي حصل هنا؟ حصل حاجه اسمها بيقولوا عليها في الديفلوبرز اوفرلابنج، ركبوا على بعض، العناصر ركبت على بعض، الطبقه جت على ركبت عليها واحده ثانيه، فبالتالي انا ما عدتش اعرف اجرى الاولاني من الثاني، مشكله كبيره ديت، ده الاوفرلابنج. معنى ايه الكلام ده؟ معناه ان الابسوليوت بوزيشن، القيمه ابسوليوت للخاصيه بوزيشن من اسمها ابسوليوت بتميل لانها تسمع كلامك طاعه عمياء، الابعاد اللي انت بتحطها لي انا هروح فيها، لو كان دي مهمه حياتي اني اروح للبعد بتاعك، انا ماليش دخل ايه اللي موجود في البعد ده، في عنصر موجود، في عنصر جنب منه، في عنصر ورا منه، في عنصر تحت منه، ماليش دخل، انا كل قصتي في الحياه اني اروح للابعاد اللي الديفلوبر اللي حضرتك بتديها لي. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للقيمه ابسوليوت للخاصيه بوزيشن. اوكي انا هوقف الفيديو علشان بس ما يطولش مني، ونروح بقى على مين، على القيمه الثانيه للخاصيه، مين للخاصيه بوزيشن.